يعتبر حصان طروادة الحصان الخشبي التاريخي الأكبر، حيث يقدر طوله بنحو 180 أمتار، أما كتلته فتبلغ حوالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا قصة حصان طروادة، أخطر فيروس اختراق في العالم. قبل أن نبدأ القصة لا تنسى الصلاة على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، واضغط لايك للفيديو واشترك في القناة ويلا نبدأ. يوجد في حياة كل شعب من الشعوب حكايات خالدة تحكى وتتناقل من جيل إلى جيل. قد صارت هذه الحكايات مثابة أيقونات ورموز ليس على المستوى المحلي حسب، بل على المستوى العالمي أيضا، حيث احتلت هذه القصص مساحة لا يستهان بها من الذاكرة الإنسانية. من أشهر القصص العالمية قصة حصان طروادة التي نالت شهرة واسعة منقطعة النظير. طروادة، مدينة طروادة هي مدينة تقع في منطقة الأناضول، وهي من المدن التاريخية العريقة والتي حجزت مكانا لها في الذاكرة الإنسانية، شكل عز يجد له الإنسان نظير. وقد ازدهرت هذه المدينة قبل الميلاد بحوالي 3000 عام تقريبا، إلا أن سبب شهرتها الحقيقي واستمرارها في ذاكرة الشعوب الحرب التي وقعت فيها والتي عرفت باسم حرب طروادة. تعتبر حرب طروادة حربا تاريخية هامة لا حد بعيد، إذ أنها ولدت في كل من الأوديسة وهو ميروس. قد تناولت هاتان الملحمتان بعض أحداث هذه الحرب العظيمة. نشبت حرب طروادة بين الإغريق وبين أهل مدينة طروادة بسبب اختطاف امرأة جميلة تدعى هيلين، وهي ملكة إسبرطة على يد الأمير بارس من طروادة، لأن هذه الفرضية لم تلاقي القبول عند بعضهم. هيرودوت المؤرخ الإغريقي الذي استبعد أن تنشب حربا مدتها 10 سنوات بسبب امرأة جميلة. حصان طروادة، والحكاية الأسطورية أن الإغريق قاموا بابتكار فكرة من أجل إنهاء الحرب الطويلة التي دارت خلال حصارها لمدينة طروادة، حيث صنعوا حصانا من الخشب وفالداخل وتم ملأه بعدد كبير من المقاتلين الإغريق. وقد تظاهر باقي ما تبقى من جيش الإغريق بالرحيل، إلا أنهم فعليا لم يرحلوا بل اختبأوا في مكان بعيد. قد تم وضع الحصان أمام المدينة، فقبل أهل طروادة إدخال هذا الحصان استلامه كعلامة على السلام بينهم وبين الإغريق. وقد اقتنع أهل طروادة بهذا الأمر بسبب جاسوس ينتمي إلى الجيش الإغريقي استطاع إدخال هذه الفكرة في رأسه. ادخل أهالي طروادة الحصان إلى داخل مدينتهم باحتفال مهيب. قد أقاموا الاحتفالات العظيمة بسبب انتهاء الحرب، بدأوا يسكرون ويمثلون، وعندما أتى الليل كانت أحوال أهالي طروادة يرثى لها بسبب حالة السكر الشديد التي كانت تسيطر عليهم. عندها خرج الجنود من داخل الحصان وفتحوا المدينة من الداخل أمام الجيش الذي كان في الخارج. وقام الإغريق بتذبيح كل رجال المدينة وسيقة النساء والأطفال كعبيد للإغريق المنتصرين. هذا ويعتبر حصان طروادة الحصان الخشبي التاريخي الأكبر، حيث يقدر طوله بنحو 180 أمتار، أما كتلته فتبلغ حوالي 3 أطنان. تناول فيلم هوليودي قصة طروادة، حيث أنتج هذا الفيلم في عام 2004 من الميلادية، وهو من بطولة براد بيت وديان كروجر وإيريك بانا وأورلاندو بلوم، حيث تعتمد أحداث هذا الفيلم على نص هومر الملحمي وهو من كتابة دي في بينيو ومن إخراج ويلف جانج بيتيريس. تصميم حصان طروادة، يعد حصان طروادة تصميما ضخما خشبيا تم تصميمه لخداع شعب طروادة، حيث سمح للإغريق بوضع حد لحرب دامت 10 أعوام. يرجع الفضل في بنائه إلى البطل اليوناني أوديسيوس الذي أعد فكرته وتصميم حصان طروادة، كما ويرجع البناء الفعلي للحصان إلى السيد بيوس. سميات أخرى لحصان طروادة، يسمى حصان طروادة بأسماء أخرى مثل الحصان والحصان الخشبي. في الزمن الحالي تحديدا في أواخر القرن 20 تم تطبيق اسم حصان طروادة إلى رموز الكمبيوتر المخادعة، وهي بمثابة تطبيق ذي شفرة خاصة استخدمها الحاسوب لأغراض تلف أو تعطيل برمجة الكمبيوتر أو ربما لسرقة المعلومات الشخصية. وهذا ما قدمناه لكم اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم، تحياتي لكم.